بسم الله. هنا رانا في غرفة من الغرف، كما نلاحظ الأثار تاع الخشب تاع النخيل اللي كان هو السقف، وفوق غرفة أخرى بعد كاين السقف نتاعها تانيك ما كان عاد يجي السطح. هذه غرفة من الغرف، عدد الغرف 30، والسطح كي يعتبر كممر تاع مراقبة كما شفنا الممر الخارجي. شكل العمارة فيه هي عمارة قمة في الإتقان، يعني بنية ببراعة، وهذه العمارة لم أجد لها مثيلا إلا بخلال قصور تلمسان. إذا لاحظت العمارة في تلمسان، العمارة الزيانية في تلمسان، نسق العمارة الزيانية في تلمسان تشبه نسق هذه العمارة، عمارة غامودرة، وهي تختلف عن نسق العمارة في كل قصور قرارة. كل قصور قرارة يعتمد في بنائها على حجر تافزة، وهو حجر هش، وبعض الحجر الصغيرة، وتبدأ يعني يبدأ بنائها من الأسفل يعني بشكل عريض، ثم تبدأ في 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 في, في فقدان عرضها، عكس غامودرة بنية بشكل عرضي وجدران متينة وقوية، دليل على أنه فيه يعني قوة مالية تستطيع بناء قصر بهذا الشكل. بالنسبة لبناء هذا القصر بني بوسائل أو بمواد بناء محلية، الجهة الغربية للقصر نجد هناك محجرة، يعني مكان وكأنه المكان الذي أخذ منه الحجر الذي بني به هذا القصر لاستعماله في البناء. كذلك نجد بأن القصر استعملوا فيه في المدخل نتاعه حاجة غريبة جدا، ربما زالت لم يبقى لها أثر، ولكن شاهدناها كانت قطعة خشبية يقال أنها من نبات السلق المعروف، نبات السلق هذا الذي حاليا ينبت يعني بطريقة ضعيفة جدا. في ذلك الوقت كان ينمو على شكل شجرة، وأخذ منه غصن شديد جدا ووضع في مدخل الباب، وصار يعني يشكل مدخله. هذه لوحظت شحال يعني الكثير من السنة هذه أستاذ؟ هذه في 2008 ما زال كان موجود هذا العمود يعني، وبعد زال ربما أخذوه كان اللي ياخذوه يديروه في متاحف او لا ادري. المهم الحال الوقت الحالي غير موجود. كان مصلى في المكان هذا وسط القصر، دوك نشوفوه رشدونا عليه المرشدين اللي مالفين يجوا هنا من القديم. هنا في هذا المرتفع راه كاين المكان تاع المصلى المتواجد داخل القصر، وهنا شوفي الاثر تاع المحراب. هذا الاثر تاع المحراب وراه الرمل فوقه. كانت تصلي هذه هي القبلة، في هذا الاتجاه القبلة، هذا المحراب. القصر المعجزة، حديث سكان منطقة تيميمون. تنوعت الأساطير واختلف رواتها، وما آفة الخرافات إلا ما قد يخطئ في نقله الروات. وهنا كما راكم تلاحظوا رانا شفنا الشكل القديم تاع القصر من الداخل، وهذا هو يعني الدائري، وهذا هو قصر دراع اللي نسجوا عليه بزاف اساطير ومع اللي سمعتوهم واللي يقولوهم، لكن رانا عطينا الصوره الاقرب اللي هي كمركز دفاعي لانه يعتبر كمدخل شمالي لمنطقه تيغوراري القديمه.